لما كنت اخدم في لبنان في ست يلي اهل بيتها امنوا ويجت على الكنيسه سمعت لكن قالت هيدا كله نظريات لانه اخوها غير اهل بيتها حدا من اهل بيتها اخوها كمان امن كان صار له 25 سنه مش شايفة وما بتحكي معه وسمعت انه اخوها امن صار روح كنيسه قالت اذا كان المسيح حقيقه وبيغفر هيدا خيي لازم يجي ويصالح اخته ولا ما بعرف مين مخته الاتجاه الثاني خبرني من اهل بيتها هالكلام ثاني يوم بندق الباب تفتح اخوها بلا اختي نحن صلنا سنين متخانقين مع بعض ولكن انا المسيح غفر لي كل خطاياي مين انا حتى امسك خطاياك ضدك انا جاي لصالحك وتعانقوا وبكوا على كتف بعض